رئيس دولة فلسطين الشقيقة والأخ العزيز قداسة البابا تاودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأشارك في افتتاح صرحين كبيرين بل أكبر صرحين من صروح العبادة في مصر من أقصاها إلى أقصاها. ونحن إذ نتكلم في هذا الموضوع كلمات قليلة أرجو ألا أطيل فيها، أعتبر أن هذا الحدث حدث استثنائي ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ المسيحية والإسلام، وذلك فيما أعلم. فما أعرف أن مسجدا وكنيسة بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين، ما أعرف أن حدثا كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغي القدر من حيث العمارة الفنية ومن حيث العمارة أيضا التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر الأمصار، ويحق لعاصمتها الجديدة أن تزهو على سائر الأمصار. وإني إذ أعبر عن نفسي وعن هذا الوفد الرفيع المستوى من الأزهر الشريف، أعبر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكرنا الجزيل على هذا الإنجاز الرائع. وأيضا في ذات الوقت أتقدم لأخي العزيز قداسة البابا ومن خلفه وحوله إخوتنا المسيحيين في مصر وفي خارج مصر، أتقدم لهم بأجمل التهاني بهذه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف دون شك شامخة إلى جوار المسجد الجديد مسجد الفتاح العليم، في صمود وفي رمز يتصديان لكل محاولات العبث باستقرار الوطن، وأيضا بالوقوف في محاولات بعث الفتن الطائفية. ولن أطيل عليكم، ولكن لا بد من كلمة في موضوع الكنائس فيما يتعلق بموقف الإسلام منها. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم، وهو ملخص فيما يلي: أولا، الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شرعي. وأيضا إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين، وهذا ليس حكما يأتي هكذا مجاملة، وإنما هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميعا، وإن كان معناها أحيانا وللأسف الشديد يخفى على كثير حتى من المتخصصين. هذه الآية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجل الدفاع عن دور العبادة لليهود وللمسلمين وللمسيحيين معا.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا مساجدهم هي نفس الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا عذور العبادة بالنسبة لغير المسلمين، ومنها الكنائس ومنها المعابد. أيضا ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران من معاهدات ضمن لهم فيها، ضمن لهم كنائسهم، وضمن لهم أن تبقى كما هي، ضمن لهم ألا يقربها أحد، ألا يدخل شيء منها ولا من حيزها في مسجد ولا في بيت مسلم، ضمن لهم أن يضربوا نواقيسهم، ضمن لهم صلبانهم، ضمن لهم كل ذلك. ثم قال في آخر فمن خرج عن ذلك أو من لم يؤدي هذا العهد فهو خائن لله ورسوله. أخيرا أقول ليس من العلم ولا من الحق في شيء أن تستدعى فتاوى قيلت في زمن معين وظروف خاصة، مثلا حينما كان الرومان يتربصون بالإسلام الذي هو الدين الوليد الجديد، أو في الحروب الصليبية، أو في محاكم التفتيش في الأندلس، يستدعون مثل هذه الفتاوى التي كانت احترازية ووقائية في ذلك الوقت، ويستدعونها وكأنها فتاوى عابرة على حدود الزمان وحدود المكان، ليفتوا بها اليوم بأنه لا تجوز أو لا يجوز في الإسلام بناء الكنائس. هذا خطأ شديد، واسألوا التاريخ ينبئكم بأن كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام وبعد دخول الإسلام في مصر، وعلى مسمع ومرأة من علماء الأزهر ومن فقهائه منذ أكثر من 1000 عام. لا أطيل، ولكن أكرر شكري سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الإنجاز الرائع، والذي كما قلت يحق لمصرنا أن تفتخر به، وهو يقدم للعالم كله شرقا وغربا أن مصر هي النموذج الأمثل والقدوة في التحاب والتآخي بين الأديان، وبخاصة بين الإسلام والمسيحية، وعلى وجه أخص بين المسلمين وإخوتنا المسيحيين. وشكرا لكل السواعد المصرية الفتية العظيمة التي أنجزت هذين الصرحين في وقت قياسي يشهد له الجميع. كل عام وحضرتك بخير سيادة الرئيس، وكل عام وحضرتك بخير والإخوة المسيحيين في مصر وفي العالم كله، والسلام عليكم.